ايش؟ مسح على الخفين. نعم. اذا حال عليها يوم كامل انتهت المده، طلع صليت الفجر وطلع الوقت، ذكرت بعد طلوع الوقت، هل عيد صلاة الفجر؟ يعني مسحت بعد تمام المده في الخفين. اذا مسح الانسان بعد تمام المده فانه يعيد وضوءه ويغسل قدميه ويصلي من جديد، يعيد الصلاة. أي ولو خرج وقت يصليها قضاء. إذا ذكر وقت الصلاة يقطع الصلاة، إذا ذكر وقت الصلاة يقطع الصلاة ويتوضأ ويغسل قدميه ويبدأ الصلاة من جديد.